اخوتي الاصل من افريقيا بلد اسمها تشاد. ابوي اجى من تشاد كحجه مقدسيه. كمسلمين طبعا في عندنا ثلاث مساجد اساسيه هي مكه والمدينه والقدس. اذا زار اماكن ثلاثه الواحد دول بكون تقريبا اكمل دينه وزار اماكن مقدسه الحقيقيه. فطبعا لما اجى هون وجد انه افضل له مكان بالعالم غير انه يعجب بالاقصى، وعشان هيك استقر هون. الفلسطينيين الافارقه في فلسطين بشكل عام بالامكان الحديث على انه بدا تواجدهم في فلسطين مع بدء الفتح الاسلامي مع دخول عمر بن الخطاب لمدينه القدس. لكن انا بدي اخص بالذكر اليوم لانه الحديث عن الجاليه الافريقيه في البدايه القديمه. الجاليه الافريقيه البدايه القديمه جاء على دفعتين. الدفعه الاولى جاءوا كحجاج من مكه الى بيت المقدس، والدفعه الثانيه جاءوا كمجاهدين متطوعين للقتال الى جانب الفلسطينيين. قسم منهم حتى كانوا جنود في الجيش البريطاني، فلما اجوا هون ووجدوا نفسهم بيقاتلوا عرب مسلمين فش اللي بنسويه؟ اخوتنا واهلنا. فتركوا الجيش البريطاني وانضموا الى اقوات فلسطينيه، وهي اساس بقوا هون موجودين. طبعا كانوا مشتتين هون وهناك، ومعظمهم كان شغله سدنه في الاقصى، يحفظ الاقصى، يمرم عليه، يخدم الناس الموجودين فيه. فطلبوا مكان قريب حتى يقدروا يستقروا فيه. فمساعد الحاج امين الحسيني استطاع يحصل على المكان هذول اللي هم بسموهم الرباطين، في رباط المنصوري ورباط الاباصيري بسموهم. جاءوا من اربع بلدان اللي هي تشاد موطن ابوي، والنيجيريا موطن سيدي ابو امي، والسنغال والسودان. جاءوا لهون، بقيوا هون، بدوا يتزاوجوا من الفلسطينيين. اليوم الحديث بدور عن الجيل الثاني والثالث والرابع. نحن ما يقارب الأربعين عيلة بالضبط، الموقع مجاور للحرم الشريف، من هنا أطلق علينا لقب أو تسمية المجاورين أو والمرابطين. من المهم الإشارة إلى وضعيتنا في داخل المجتمع الفلسطيني وإلى وضعيتنا في داخل المجتمع الإسرائيلي، أو العلاقة ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. على صعيد الجانب الفلسطيني فينا مكانة محترمة، مكانة خاصة، مقبلين من كل الأطراف في داخل المجتمع الفلسطيني. اليوم إذا قمت بجولة في داخل الجالية الأفريقية تجد عدد لا بأس به من إخواننا الأفارقة الفلسطينيين متجوزين من الفلسطينيات، وبنفس الوقت تجد فلسطينيين متزوجين من أخوات من الجالية الأفريقية. بتقديري هذا المكان المحترم وهذا الود النوعي لأبناء الجالية الأفريقية بداية انفتاحهم مش منغلقين. تاني إشي وهو المهم اللي هو دورنا على الصعيد الوطني. كان معروف دائما أنه أبناء الجالية الأفريقية هم من في الطليعة. خذي مثال، أول فتاة فلسطينية اعتقلت في 67 جاءت من الجالية الأفريقية. جيل ثاني، الوالد من نيجيريا، الأم من أريحة. أنا بتحدث عن الأخت فاطمة برناوي. طبعا هو نحن واقفين أمام بيت مشهور، بيت برناوي حمادة البرناوي، البنته فاطمة حمادة البرناوي، تعتبر أول أسيرة فلسطينية بعد حرب 67، اعتقلت في شهر 10/67 بعد تنفيذ عملية مشهورة اسمها عملية سينما تسيون. طبعا حاليا فاطمة تعيش في غزة اليوم، بترجع القدس. من الاشي المميز في فاطمة برناوي انها فعلا انسانة اصيلة جدا، ما زالت اليوم محافظة على قيم المبادئ، وهي لها شرف ان اسست الشرطة النسائية الفلسطينية بعد مجيء الثورة الفلسطينية سنة 94. طبعا للاسف الشديد ان اليوم هي تعيش في غزة، ما مسموح لها تيجي على القدس نهائيا. لكن على الجانب الآخر اللي هو الإسرائيليين، ودائماً أنا بقول هذه إنه الفلسطينيين أنتوا يا عم أنتوا مضطهدين محمين، لكن نحن كأفارقة فلسطينيين نحن الاضطهاد الممارس علينا مضاعف، أولاً كفلسطينيين، ثانياً بالنسبة للون. نحن بطلق علينا كلمة كوشي، كوشي معنى سمبو نيدر عبد. ما بتفاجئ أنا لأنه العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي أيديولوجية، يعني عندك مجموعات مختلفة من اليهود، في عندك الشرقيين السفارديين، عندك الأوروبيين الأشكنازيين، كثير من الكراهية بيناتهم. لكن أكثر مجموعة مضطهدة اليوم في داخل المجتمع الإسرائيلي هي
اليهود الأثيوبيين الفلاشة. الموقع الجغرافي للجالية الإفريقية نحن تقدر تقولي في مركز الحي الإسلامي ما بين حائط البراق وطريق الآلام في منطقة بسموها باب المجلس أو باب الناظر نسبة لعلاء الدين البصيري، والشارع اللي متواجدين فيه نحن نطلق عليه شارع علاء الدين البصيري. الآن بالنسبة للعادات والتقاليد، للأسف الشديد نحن بقول لك كمان مرة نحن مواليد فلسطين وأبناء فلسطين، فعاداتنا لا تختلف عن أبناء الشباب الفلسطيني. كان أبانا عندهم عاداتهم وتقاليدهم. على سبيل المثال أنا أذكر كان كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر بيتجمعوا إعمامي وكل الأفارقة الفلسطينيين حتى بيجوا من الأردن وبيسووا أكلة شعبية بسموها العصيدة. العصيدة عبارة عن أكلة شعبية أفريقية، عبارة عن طحين نغلي المية بنحط طحين بتصير زي العجينة، وعلى جنب بكون في وجبة تانية بسموها ويكة أو بسموها ملوخية. الملوخية ناشفة، مش ملوخية، نفرمها عيدينا نطبخها مع لحمة طبعاً. والويكة عبارة عن بامية مجروشة تجفف وتجرف، فبنجيب السدر بنحط فيه كوم العصيدة هذه بنسقف فوقه الويكة أو الملوخية. بس الإشي المميز فيهم الشطة، بنحط عليها شطة. بتحدى إذا كان واحد فلسطيني بيقدر يأكل الأكلة هذه، بس الأفارقة إحنا أولاد الأفارقة بسمنا مولدين ونقدر نأكل لقمة أو لقمتين ما قدرش نكمل، بس هم كانوا يأكلوها بكل لذة ما بحسوا بشرف إشي نهائيا. بعد الغداء بيكون وجبة شاي، والحلو والجميل إنه بيبدوا يستذكروا الوطن أوطانهم. كل واحد بيحكي عن وطنه، عن بلده، عن عاداته، عن تقاليده، عن أحداث مميزة. ونحن كنا صغار نقعد نستمع بانشداد لهذا القصص، لكن اليوم ما فيش من هذا الجيل، الجيل الأولاني. فلذلك اليوم نحكي عن الجيل الثاني والثالث والرابع، اللي هو كمان مرة بقول له فلسطين أكثر من الفلسطينيين، يعني من حسب العادات ومن حسب التقاليد والعادات. هون بحكي هون في الساكن هون كان عمي الحاج محمد خلقوس. الاشي المميز هون لما احتلونا اليهود 67 الاحتلال الصهيوني، انا كنت موجود هون طبعا، وهو سمع كيف اليهود احتلوا القدس. طبعا القدس بالنسبه لنا اشي غير عادي، فكيف يعني يحتل بهالبساطه هاي؟ فقام يحارب. فكيف بده يحارب؟ فيش عندنا سلاح، لا عندنا برن ولا عندنا ولا شيء. فالاشي الوحيد اللي كان عنده في جوا سيف، فاستل السيف وطلع بده يواجه اليهود اللي خليه علينا بالرشاد دبابه. فاحنا مسكنا انه يا عم شو راح تسوي؟ كيف اليهود دخل، كيف تخلي اليهود يخشوا البلد واحنا قاعدين هون؟ طب يا عم بالسيف. يمكن حوالي 7-8 اشخاص لما اجوا عليه، لما قدروا يخلصوا السيف منه واذا نحجزوا في الغرفه. هذا كان ساكنه. تخيل كيف النوع الارتباط بهذه القدس، ارتباط قضيه فلسطين. عمي الثاني برجيك بيته جوا محمد جبريل، برضه الثاني ما قدرش يشوف الاحتلال هون، كان عمره فوق 80 سنه، وطلع من المدينه مشي على الاقدام حتى وصل الاردن اللي تبعد اكثر من 80 كيلومتر عن هون، مشي ولا يشوف اليهود محتلين القدس هون. ارتباطي بالقدس ارتباط مصيري، يعني ارتباط عضوي. احيانا بكون انا ماشي بالشارع يعني وبتكلم على الحجاره. انا بعشق القدس، بعشق البلده القديمه. القدس يعني تحفه من التحف. القدس اليوم بقول بالفعل تتعرض لحرب كونية، حرب كونية. رأس الحرب في هذا الحرب الكونية
اللي هو الاحتلال الإسرائيلي. إحنا هوني وجدنا أو تأسست هذه الزاوية بمجيء العلماء، علماءنا من أوزبكستان قاصدين القدس، وخاصة إنهم يكونوا حوالين بيت المقدس وحباً في الله والتقرب إله في هذه المدينة. وتأسست الزاوية عيدهم، وخاصة إنهم ينشروا هذه الطريقة اللي النقشبندية هي طريقة ذكرهم، وسموها نقشبند. هي طبعا كلمة فارسية مش عربية، هو اسم الله محفور في القلب، حتى ينشر هذا العلم أو الذكر بطريقة علمية، طريقة صوفية، تقربا وحبا في الله عز وجل. هون بهذه الزاوية، وهاي الغرفة اللي احنا موجودين فيها هي غرفة زوجي الله يرحمه اللي كان يستقبل فيها الزائرين والأوزبكيين والمسلمين العرب وغير العرب، قاصدين برضو أو التعرف على الزاوية ويعرفوا كيف طرقها وطريقة ذكرها، أو بالذات إنهم يعرفوا شو هي النقشبندية، طريقة التصوف. وكانت تمر في فعاليات مختلفة، فمثل جده كانت أزهى أي وقت الشيخ يعقوب، لأنه كان وجود الأوزبكيين الأصليين من مدينة بخارة وطشقند وسمرقند اللي هي أوزبكستان. وانت هلأ مع تصويرك لهذا البيت حتى تشوفي كيف الأوزبكيين مع جدي ومع والده ومع عيلته. وكانت أنه يعني هذه الزاوية أنه تكون مش بس ذكر، يكون الشيخ يستقبل حتى غير الأوزبكيين، بس الأوزبكيين يكونوا مقيمين فيها لأنها هذه انفتحت لإيواءهم ومساعدتهم، ويكونوا مساعدتهم حتى مادياً، وكمان إنه إيواءهم يناموا ويطعموهم من يعني إلها حكر من الأوقاف حتى تقوم بخدماتهم. عادات وتقاليد الأوزبكيين لأنهم أوزبك، أما النقشبنديين ممكن يكونوا هم نقشبندي عربي، أما الأوزبكيين إنه حافظوا وحملوا عاداتهم وظلت محافظة عليها حتى وقتي أنا. يعني أنا إنه أنا هم صاحب قربوا لي وإشي، لكن ما بعرف عاداتهم من محافظتنا عليهم لغاية الآن. طبيخ بنعمله وأكلنا محافظين عليه اللي هو طبقنا الرز البخاري، نفس طريقة بلادنا لما نروحت على بخارة أكلنا باكل الرز البخاري اللي أنا بعمله. بعدين إلهم كيف بدي أحكي لك لبسهم المعين، حتى طريقة بكونوا على الصفرة إلهم عادات حلوة، إنهم كيف لما يجوا يأكلوا بيقرأوا الفاتحة ويشكروا ربهم، لازم يكونوا كلهم متواجدين على الصفرة حتى يشكروا ربهم ويبدوها بدعاء.
الشيخ محمد منير الأنصاري، شيخ ومتولي الزاوية الهندية. أعود لأصل هندي، ولدت في مدينة القدس من أب هندي بالطبع، أم فلسطينية. توليت أمور الزاوية الهندية بعد وفاة والدي المرحوم الشيخ ناظر حسن في سنة 1952. الزاوية الهندية هي مؤسسة دينية خيرية، وقف للطائفة الهندية في مدينة القدس. تم إنشاء الزاوية الهندية قبل حوالي 700 عام على يد أحد العلماء الإسلاميون، قدم من الهند، قدم له غرفة قبل أن توجد الزاوية الهندية من الأوقاف الإسلامية، أقام فيها للتعبد والصلاة لمدة 40 يوم كخلوة. بعد انتهاء مدة 40 يوم طبعا ترك ورحل. فيما بعد حصل أن كل هندي كان يأتي لزيارة مدينة القدس، وكان يصله علم بأن هناك غرفة أقام فيها ولي الله بابا فريد شكر جنج. هو قدم من مدينة باك باتن في الهند قبل أن يتم تقسيم الهند طبعاً، قبل 700 عام. الكثير من الهنود شاءوا أن يشتروا العقارات تحيط بالغرفة تلك وتقديمها لتكون عبارة عن مقر أو بيت ضيافة، وسميت بالزاوية الهندية، حيث تطورت الزاوية الهندية من الغرفة التي كان قد أقام فيها بابا فريد لتصل مساحة الزاوية الهندية إلى 7 دنم. 7 دنم في وسط قلب القدس قريب من المسجد الأقصى والأماكن المقدسة الأخرى. الزاوية الهندية تقع في داخل البلدة القديمة تماماً داخل باب الساهرة. حالياً إحنا واقفين أمام مسجد زاوية الهنود اللي هو يعتبر من الأبنية الأولى في الزاوية ومجاور لمقام بابا فريد. مساحة المسجد لا بأس بها، وتقام الصلوات فيها للزوار والحجاج الهنود المتواجدين في الزاوية. الزاوية الهندية هي طبعاً الأبنية المتعددة، بس الأماكن اللي تهم الزائر طبعاً المسجد، مقام بابا فريد،
أساس هو إنسان صوفي بيرجع تاريخه لـ700 سنة زار القدس. الهنود بينظروا له باحترام، وكان يعني يكتب شعر ومن الأدباء ومتصوف بالعبادة الإسلامية. كذلك عندنا المكتبة تحتوي على عدة كتب قيمة وأرشيف وجدناه من جدي الشيخ ناظر حسن، وهدايا وعدة صور تمثل القدس والبلدة القديمة على عبر السنين. كذلك في عندنا مقبرة الزاوية الهندية، يوجد فيها مقام شيخين من شيوخ الزاوية الهندية بالتاريخ. حاليا لا يقام أي، لا يدفن أي شخص فيها. من الأمور المهمة برضو للزائر بيفضل الوجوء يعني الحضور لهون، مكتبة فيها صور عديدة للأشخاص اللي زاروا الزاوية من يعني خلال السنين، صور قديمة وصور جديدة. عدة صور مهمة. طبعا وزيرة خارجية الهند حاليا قامت بزيارة الزاوية من جديد قبل تقريبا شهرين أو ثلاث، ووزراء خارجية سابقين، نواب في البرلمان الهندي، كتاب، شعراء، أشخاص مهمين بيجوا يزوروا الزاوية، فإحنا نلتقط صورة ونحطها على الجدار. طبعا في أهم شيء كتاب الزوار الهنود، الزائر الهندي لما بيجي بيقيم هنا أو بزور بيكتب في كتاب زوار، شخصيات زوار الهنود، وبيكتب آراءه وانطباعاته عن زيارته للزاوية.